دكتور سمير، نيجي بقى للي بيحصل دلوقتي. تمام. اللي بيحصل دلوقتي شايف الوضع حضرتك الآن ازاي بالنسبة لغزة والاحتلال؟ طيب نفكر السادة المشاهدين زي النهاردة السبت اللي فات يوم 7 اسرائيل قامت الصبح على كارثة، لان المقاومة حماس الفلسطينية في غزة قامت بضربة موجعة مخططة بدقة باستخدام الامكانيات البسيطة اللي عندهم قدام الجيش الدفاع الاسرائيلي، وقامت بتوجيه ضربة موجعة لاسرائيل. هذه الضربة اثرت كبير. النهاردة على فكرة من ساعة هناك مظاهرات في تل ابيب امام وزارة الدفاع الاسرائيلية من اليسار بتطالب نتنياهو انه يمشي وانه يتحمل مسؤولية ماذا حدث. تمام. المشكلة كانت فيه اولا ان اسرائيل فوجئت. انت فاهمة؟ فأين الثلاث قطع اللي عندهم اللي هي الموساد اللي هي المخابرات العامة بتاعتهم، امان المخابرات الحربية، الشباك اللي هي امن الدولة، فين الناس دي الثلاث؟ ما عرفوش اي تخطيط فلسطيني. وكان الموساد بيقول لك احنا بنعرف دبة النملة جوه المقاومة الفلسطينية. ده احنا يعني عارفين كل حاجة. فطبعا فوقوا ما فيش حد عارف حاجة. فالمبادرة كانت قوية، هجموا السبع مستوطنات اللي حوالين غزة، هجموا مطار بن غوريون في تل أبيب. على فكرة مطار بن غوريون من ساعة ضرب تاني بصواريخ دلوقتي من المقاومة. مطار في المطار. فحصل بانيك وحصل ذعر، دخلوا على المستوطنات، والمستوطنات دي الناس بتوعها المفروض جاهزين للقتال وبيتدربوا. قبضوا عليهم، استولوا عليهم، قتلوا ناس كتير فيهم. واخدت المقاومة المبادئة. طبعا اسرائيل عقبال ما فائت، بنقول ان المبادئة بتبقى صعبة، بدأوا بقى يحاصروا غزة، بدأوا يضربوا غزة بكل انواع الذخيرة اللي تخيليها. الارقام امبارح بتقول ارقام مخيفة في هذا الموضوع. قطعوا عنهم المية، قطعوا عنهم الكهرباء، الانترنت، قفلوا المعابر، مفيش اكل. النهاردة يعني غزة قاطعين عن الشعب الفلسطيني وغزة الحياة بالظبط. نعم.